علشان نتعرف أكتر على جهود الدولة المصرية لدعم مبادرة صحة المرأة بينضم لينا عبر الهاتف الدكتور حاتم أمين المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة ومدير أورام سوهاج. برحب بحضرتك معنا يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ صبر، وأهلا بالسادة المشاهدين، وكل عام وحضراتكم بخير. وحضرتك بخير، أشكرك. طبعا جهود كبيرة جدا ومبادرات مختلفة قدمتها الدولة المصرية لدعم صحة المرأة. لو طلبت من حضرتك تكلمنا أكتر عن هذه المبادرات منذ 2019 وحتى الآن. طبعا المرأة المصرية هي يعني قلب الصحة المصرية، وهي نصف المجتمع وبتلد وترعى النصف الآخر. فطبعا هي في بؤرة الاهتمام، لأن صحتها هي صحة الأسرة كلها. صحيح. طبعا كل المبادرات الرئاسية بتستهدف السيدات إلى جانب الرجال، لكن في مبادرة خاصة بالسيدات وهي مبادرة صحة المرأة، أو بنقدر نقول عليه البرنامج الرئاسي الكشف المبكر عن أورام الثدي أو أورام المرأة. الحقيقة المبادرة بتعمل جهودها من 2019، الهدف بتاعها الكشف المبكر والتوعية ضد أورام الثدي، عشان نعمل توعية وعشان نكتشف الحالات بشكل مبكر، فنقدر نوصل لعلاج فعال وناجع بدون إن شاء الله، ونقلل فرص الرجوع للمرض تاني، وبالتالي نرجع الست لحياتها الأسرية والاجتماعية، وده طبعا ليه مردود كبير على الاقتصاد وعلى كل حاجة. صحيح، يمكن دي نقطة مهمة جدا، لأنه زي ما حضرتك بتقول أنه المرأة المصرية هي قوام الأسرة، وطبعا المجتمع مكون من مجموعة أسر، فمسألة يعني مرض ربة الأسرة أمر بيستنزف الأسرة بالكامل اجتماعيا وماديا ويعني معنويا وكل الأشكال. أسأل حضرتك بقى في يعني أمر آخر، وهو إلى أي مدى ساهمت هذه المبادرات المهمة جدا، مبادرات الرئاسية طبعا، في مسألة النهوض بالمنظومة الصحية وإتاحة جميع الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان؟ الحقيقة يا فندم الخدمات الصحية متوفرة للمواطنين كلهم بالمجان، سواء من خلال نفقة الدولة أو من خلال التأمين الصحي أو من خلال العلاج المجاني في الاماكن المختلفه، سواء مستشفيات وزاره الصحه او مستشفيات الجامعيه او كل الاماكن تقديم الخدمه. لكن المبادرات عملت نوع من الزخم ونوع من الاهتمام بسبب الاهتمام الرئاسي بالمبادره، فده ادها نوع كبير جدا من الزخم ومن الاهتمام من كل القطاعات. ده ادى الى التوجه بشكل اكبر من المواطنين نحو الخدمات دي. والخدمات دي ليها اهداف، زي ما قلت لحضرتك مبادره مثلا صحه المراه بتهدف لكشف المبكر عن أورام الثدي، مش لما الست توصل لمراحل متأخرة. فبالتالي المبادرات دي أدت إلى أني نوصل للسيدات لغاية بيتهم بالتوعية وبالفحص وبتقديم الخدمات. بخلاف مسألة الكشف برضو عن الأورام دكتور، في برضو مبادرات أخرى، مسألة صحة طبعا الأم والجنين. يعني هو كل المبادرات الرئاسية بتشمل في البداية الكشف على الصحة العامة، من حيث الضغط والسكر والأسئلة العامة اللي بتحط المريضة في دائرة خطر أو لأ، تمام، بالنسبة لأي أمراض زي الاعتلال الكلوي زي أي مرض تاني ممكن يأثر على الصحة العامة. فبالتالي أي مبادرة بتهدف في البداية إلى عمل سيرفي أو عمل مسح للسيدة من كل الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، ثم الدخول بقى في الجزء التخصصي اللي هو أورام الثدي أو أورام عنق الرحم أو أي حاجة. مفهوم. حجم السيدات المنتفعات من الفحوصات ضمن مبادرة الرئيس لصحة المرأة، وحجم يعني من خضعنا للعلاج، لو حضرتك تدينا مؤشر عنها. الحقيقة يا فندم إن إحنا يعني الأرقام بتاعتنا الحمد لله مشرفة جدا. إحنا استهدفنا حوالي 22 مليون سيدة بالفحص، عملنا حوالي 49 مليون زيارة ما بين كشف أولي وكشف دوري للسيدات، لأن مبادرة الكشف عن أورام الثدي مش مبادرة بتنتهي بمرة واحدة للفحص، لكن احنا بنعمل كشف دوري للسيدات كل سنة، والسيدات اللي هم في دائرة الخطر بنقول لهم لا تيجولنا كل ست شهور. فبالتالي الأرقام بتاعتنا الحمد لله يعني، وحتى أعلن عنها في مؤتمرات كتير آخرها مؤتمر صحة أفريقيا الأفريكا إكسكون، وكانت الأرقام مشرفة جدا الحمد لله. ده خبر عظيم جدا. وصلنا لفين في بروتوكولات العلاج دكتور حاتم؟ احنا الحمد لله يا فندم بنواكب احدث الطرق العالميه في العلاج، وبنعمل تحديث استمرار في البروتوكولات العلاجيه لمواكبه اولا البروتوكولات العالميه، ثانيا
مواكبة التطورات اللي بتحصل عندنا من حيث الحالات اللي بتكتشف ووضعها ايه، حالة الهرمونات بتاعتها ايه. فأي متطلب جديد احنا بنعمل على طول تحديث للبروتوكولات بتاعتنا لتواكب التطور. مجهودات طبعا تحترم وأرقام تشرف زي ما حضرتك قلت، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حاتم أمين المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة ومدير أورام سوهاج، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور حاتم.